محافظة حما. اليوم عم نطل عليكم من مكان رائع بالجمال، رائع بجمال الطبيعة ورائع بجمال أهله وبطيبة أهله واستقبالهم الغير شكل. عم نطل عليكم من مكان اسمه أبو قبيس، هو بمصياف بريف حما، لحتى نضوي على أهم النشاطات يلي عم موجودة بأبو قبيس، وأكيد مع ضيوف عديدة ومتنوعة، ورح يكونوا معنا أيضا من التراث وتراث الضيعة. بس أولا رح أسلم على نرمين. صباحو يا نرمين. صباحو ليا، كيفك؟ تمام منيح، كيفك مع الهوايات الحلوة؟ روعة روعة. أكيد بدي صبح عليك وعلى كل مشاهدي الإخبارية السورية. اليوم عم نطلع عليكم من ريف حما الغربي، من لوحة طبيعية أبدع الخالق. هون الأكل الطيبة والهواء الطيب والناس الأطيب، مثل ما قالت ليا، اليوم ضيوفنا وفقراتنا كلها عم تحكي عن التراث والريف السوري اللي أكيد كتير منحبه ومنعتز فيه. ولكن ليا، أكيد بالبداية بدنا نبلش نرحب بضيوفنا اللي كتار اليوم. نعم، أول ضيوفنا لليوم بدنا نقول أهلا وسهلا فينا عندكم، وأهلا وسهلا فيكم، نورتونا. أهلا وسهلا فيكم. بدنا نرحب بالسيدة علا إدريس رئيسة بلدية أبو قبيس. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوي. صباح الخير. ايضا سيد دانتي حسين صاحب المنشاه السياحيه يلي نحن فيها، اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. اهلا وسهلا، اهلا فيكم. رح نبلش مع حضرتك ونحكي اليوم عن هاي المنطقه اللي موجودين فيها، قريه ابو قبيس. خلينا نحكي شوي عن واقع هاي القريه اداريا. هلا واقع هاي القريه اداريا، نحن قريه بتبعد عن محافظه حما ما يقارب 50 كيلومتر. قريتنا طبعا عدد سكانها 7500 موزعه على 4 قرى وثلاث مزارع تابعه لمجال بلديتنا. القريه مثل ما شايفين ذات طبيعه خلابه، لانه هي بين واديين، بوادي محاط بسلسله جبال، بيخترق هذا الوادي نهر اللي هو نهر ابو قبيس اللي هلا انتم شايفينه، بينبع بالاصل من راس الضيعه عنا. نعم سيد دانتي، اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يعني فيكم. اليوم موجودين بهذا المكان الجميل، خلينا نحكي بالشق السياحي لقريه ابو قبيس يلي موجودين نحن فيها هلا حاليا. خلينا نحكي، يمكن المنطقه تعرضت للارهاب، ولكن كان المتنفس الوحيد هيدي القريه والحضن الدافي لكل الناس، يمكن لاطيب لقمه ولاطيب قعده. خلينا نحكي عن المنشآت السياحيه. كل الشكر لكم للاخباري السوري، واهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. منطقه ابو قبيس منطقه سياحيه، وهي من تاريخ منطقه اثريه وفيها نبع، ونشكر الجيش العربي السوري رجع الأمان لسوريا وبلشت السياحة شوي شوي، والأمور كويسة والحمد لله. الحمد لله يا الحمد لله. رح نرجع لعندك ونحكي شوي اليوم، يمكن حكينا بالمقدمة أنه هاي المنطقة أو الريف الحمي يمكن وكثير مناطق سياحية بالسورة حرموا من السوريين بالاصطياد فيها نتيجة الإرهاب اللي كان موجود. أكيد. فكانت يمكن أبو قبيس مقصد لهم. خلينا نحكي عن اليوم تخديم هاي المنطقة سياحيا بخلال فترة الحرب. هلا كتخديم سياحي،
نحن بداية من أول أنا ما استلمت طبعاً كان فصل الشتاء مثل ما شفتوا، كان في أمطار كتير وفيرة، صار عندنا نحن انهيارات وصار عندنا سقوط لبعض الصخور. تم بالتعاون مع المحافظة وشركة يعني والخدمات وشركة سكر سلحاب وخدمات حما والسقلبية كلياتنا إنه تعاوننا لتهذيب هذا الطريق. وثاني شيء دائماً نحن عم نقوم بحملات نظافة، وزعنا حاويات على كل القرى التابعة لمجال بلديتنا مشان دائما تكون نظيفة وتعطي عنوان الحضارة، لأنه أكيد النظافة هي عنوان الحضارة. صحيح. نحن طموحين هلا لإعادة صيانة الطريق مع تخطيطه، وطموحين كمان لتنفيذ إنارة وادي أبو قبيس بالعمل الشعبي مع أصحاب المنتزهات والمحافظة. وبهي المناسبة أنا بشكر سيادة المحافظ اللي دائما عم يتبعنا سياحيا وعم يتبعنا خدميا، وما فيني ما أذكر الخدمة الكتير كبيرة قدمها لشخص عنا هو شهيد حي اسمه عمار فؤاد عبود. قام بشق طريق مع الخدمات الفنية لإله بطول 800 متر عرض 4 أمتار لحتى أنه يكون عنده فرصة أنه يرجع ويمارس حياته الطبيعية جديد. أكيد نوجه له تحية صباحية. يعني قديش حلو تكون سيدة صبية وجه حسن مثل ما بيقولوا. تسلمي. هي رئيسة بلدية ضيعة حلوة اليوم. خلينا نحكي يعني كسيدة أنت باحتضانك للمرأة في ريف أبو قبيس، خلينا نحكي يمكن عن أهم النشاطات اللي بتقوموا فيها. وفي كتير من السيدات يمكن طموحين وعندهم أحلام ولكن ما لقوا الفرصة، هل أنت بدورك بتكوني قدوة للكتار أو بتحتضنيهم؟ أنا بتمنى أني أكون قدوة لكتير من النساء، ودائما بشجع المرأة العربية بشجع والمرأة السورية بشكل خاص، أنه اللي عندها موهبة اللي عندها قدرة أنه أبدا ما تتوانى وتوقف عندها، أنه دائما تبرز طموحها تبرز مواهبها، لأنه فعلا المرأة السورية مرأة جبارة. أكيد كل تحية لكل النساء السوريات. رح نرجع لعندك دانتي ونحكي شوي اليوم حضرتك اليوم كمستثمر، أكيد دائما ما في أحلى غير نستثمر يمكن ببلادنا. نحكي شوي عن الصعوبات يمكن اللي واجهتكم خلال الفترة الماضية، كيف قدرتوا تتجاوزوها؟ الفترة الماضية نعرف كان في صعوبات بسبب الأحداث، الحمد لله الأمور عم تتحسن كل سنة عن سنة. السنة الماضية كويس، السنة أحسن، وكل الشكر لسيادة المحافظ عم يقدم لنا دور كويس ويعطيك العافية. نعم. ست علا، بما اننا عم نحكي عن الشخص السياحي، يعني ابو قبيس دائما بتستقبل السياح من مختلف المناطق السوريه ضمن مناخ الجميل يمكن لحتى هيك يروقوا. اليوم البلديه قديش يمكن عم تستقطب او قديش عم ترحب بالزوار من خلال اي خدمات عم تقدموهم لتشجيع السياحه؟ قرية أبو قبيس هي قرية سياحية، قرية متكاملة 100% 100% أكيد طبعا، لأنه يعني فيها طبيعة كتير حلوة، فيها مناخ، فيها مي، فيها حسن ضيافة. نحن بالبلدية مستعدين أنه دائما نكون جاهزين ومتعاونين مع أصحاب المنتزهات لتقديم أي شيء هنون بيسهل لهم طبيعة عملهم. طيب خلينا نحكي مع حضرتك اليوم عن موضوع، يمكن حضرتك من شوي حكيتي عن موضوع النظافة. إذا بدنا نحكي اليوم يا ترى بأبو قبيس عم يكون في هي موضوع، أكيد هي معك موضوع التوعية الشعبية اليوم قديش بموضوع النظافة، قديش بتنظيم المدينة، قديش بيكون إذا بدي أقول الوعي الشعبوي والمجتمعي موجود، أو هي الحالة موجودة بأبو قبيس؟ لا، هي الحالة موجودة، وهلأ نحن كتير عم نشدد عليها، والحمد لله أنه الكل متعاون معنا دائما، أنه حملات نظافة دائما عم نطلع، عم نحاول حتى هلأ تهذيب مجرى نهر أبو قبيس قدر استطاعتنا مشان دائما القرية تبين يعني بأحلى حلة دائما. نعم. سيد دانتي، يعني خلينا هيك نحكي اليوم عن الحفاظ على التراث باللقمة الطيبة بالقرية، يعني كمنشأة سياحية اليوم قدامهم مثلا يكون في أكلات مثل الشنكليس، أكلات شعبية، مثل اللبنة، أكلات شعبية، مشاوي على الفحم، مشاوي على الفحم، هي الأكلات الشعبية أو الأكلات الشعبية وتراثية بديعنا، قد ايه حلو إنه هي دائما تتقدم ونحافظ عليها وعلى أصولها. نعم، أكلات شعبية، مشاوي على الفحم، ونحن هون نعتمد أكثر شيء على الطبيعة وعلى البرودي. نعم، عندنا طبيعة برودي تمام. أكيد.
يعني هي مثل ما بنقول ملجأ لنا يمكن بأيام الصيف والأيام الحارة اليوم لنروح للجبال. نحكي شوي اليوم عن طبيعة السوري بشكل عام لما يطلع على المصيف أو لا يطلع على المنتزه، دائما بيحب البساطة، بيحب يمكن اللقمة الطيبة مثل ما حكينا. قديش حضرتك كمستثمر بتحرص يتوافر على هذا الشيء ضمن المنشأة، يمكن المنشأة اللي موجودين فيها عندنا هون بالبساطة بالقعدة نقعد على النهر؟ أكيد قعدات شعبية شعبية، يعني أكثر شيء بنعتمد على الشعبة. نعم أكيد هي طبيعة المنتزهات عندنا، طبيعة المنتزهات مايلي للطبيعة الشعبية اللي بتعتمد على البساطة، أنه حتى تصرف السائح بحريته أنه بيقدر يقعد يمشي أنه يضل جنب النهر، يعني كله أنه بحيث أنه هو يكون كتير مبسوط، يكون كتير مبسوط أنه مرتاح. نعم ست علا، ضمن القرية خلينا نتطرق يمكن لبعض النشاطات يلي عم تصير من تجمعات شبابية، فعاليات، عمل خيري موجود. خلينا نحكي أنتو كبلدية كيف بتحتضنوا مثلا التجمعات الشبابية الخيرية أو الاهتمام بأي حدا بحاجتنا، وخاصة أنه نحن يعني مرقنا بظروف صعبة وكلنا عنا شهداء وعنا جرحى أيضا بحاجة لأنه نحن ندعمهم. خلينا نتعرف عن أهم المبادرات والجمعيات والفعاليات يلي عندكم بالقرية. بداية الله يرحم جميع شهدائنا ويشفي جرحانا يا رب. نحن بالبلدية طبعا مثل كل البلديات صار عندنا مكتب للشهداء لتتبع أخبارهم، تتبع زوي يعني زوي الشهداء، تتبع أخبارهم احتياجاتهم، نقلة بالواقع الصحيح يعني لسيادة المحافظ لحتى نسلط الضوء عليها وشو فينا أنه نساعدهم ونقدم لهم خدمات. أكيد نحن جاهزين وموجودين. كل التحية أكيد لأرواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا يا رب. آمين آمين. رح نحكي معك اليوم عن سعولة، إذا بدنا دائما نطمح للأفضل بأي مكان، خصوصا إذا عم نحكي بموضوع السياحة وتخديم الريف اليوم، لشو بنطمح أكثر؟ شو نحن بحاجته اليوم أكثر لنخلي، وخصوصا إنه جايين على موسم صيف إذا بدنا نقول، شو الشغلات اللي نحن بحاجته اليوم؟ هلا نحن بتعرفي بظل الظروف اللي عم تمر فيها البلد، نحن أكيد بحاجة لتمويل، يعني الضعف اللي بالتمويل هو اللي دائما بيسبب المشاكل، بس أكيد نحن طموحين بداية يكون عندنا شبكة اتصالات متطورة لأنه هي نحن فعلاً بنعاني منها هون بمجال القرية. طموحين نرجع نعيد تأهيل الشوارع، شو عندنا صرف صحي كمان إنه ننفذه بحيث إنه تكون القرية والقرى بلديتنا والقرى كل القرى التابعة لها مخدمة بشكل جيد. نعم ست علا، قبل ما ننتقل عند حضرتك في عندي سؤال، يمكن نحن تطرقنا لموضوع المرأة وتطرقنا لموضوع شق الطرقات والنظافة وأيضا الجمعيات الخيرية الموجودة بالقرية، ولكن خلينا نتطرق لموضوع الطفولة والاهتمام بالأطفال والاهتمام بالتعليم أيضا ضمن قرية أبو قبيس. اليوم دور البلدية بالاهتمام بالتعليم نحكي عنهم لو سمحتي. أنا بداية مدرسة. تمام. شو ما حكيت هو يعني. لأنه يعني حابة أسألك سؤال لأنه أنت مدرسة. أنا مدرسة طبعا، أنا مع مدراء المدارس دائما على تواصل مباشر، منشوف حاجاتهم، منشوف مطالبهم، منحاول أنه نلبيها. عندنا زيارات دورية للمدارس بحيث أنه دائما نتبع أخبارهم، نشوف شو عندهم نشاطات، شو عندهم فعاليات نكون نحن موجودين فيها. رح ننتقل لعند سيد لانتي. بدنا نحكي اليوم عن موضوع، اول ما شخص يفوت علي على ابو قبيس دائما بيشوف المطعم بلزق المطعم، يعني هي حاله كنا عم نحكي عليها بالسياره انه عن حاله المنافسه اليوم اللي بتكون. انت كمستثمر سوري شو بتفكر اليوم او للمستقبل لحتى تخلي ممكن منشاتك او تجذب الناس اكثر لمنشاتك اكبر اكثر واكثر؟ انه نعتني بالسياح، نعتني بالسياح كويس، ونقدم طلبات خدمات كثير ممتازه للسياح بابو قبيس. اكيد تفضلي. نعم يعني عم يخبروني استاذ ميلاد، عم يخبرني انه عم ناخذ هلا لقطات من طبخه برغل بحمص يلي عم نشوفها سوا بالكاميرا، وهن بعد شوي عننا، بعد شوي رح نقوم ندوق، رح نفطر برغل بحمص اليوم. هي من الاكلات المطلوبه دائما عندك، اكلات تراثيه شعبيه. هي برغل بحمص. وشو كمان الاكلات التراثيه؟ وعندنا الشعير، المشاوي،
الاكلات التراثيه اللبنه كمان قبل 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 ما نحكي عن موضوع المغتربين كان يمكن يجوا سواح اجانب يمكن كانوا يعرفوا هدول كان يجي سواح اجانب كانوا يعرفوا هدول الاكلات ولا لا كنتوا تقعدوا تشرحوا لهم عنهم نشرح لهم نعرفهم على الاكلات مقدوس مقدوس والشنكلي يشرحوا قلبهم الاجانب بتحس بيزوا لهون وصاروا اكيد الشنكلي اكيد الشنكليش يمكن هي الاكله اللي كل العالم بتحبها كل الناس بتحبها كل العالم بتحبها اكيد يعني يمكن ليا قبل ما نختم فقرتنا حابين اذا حابين توجهوا اي كلمه اليوم للمغتربين للاشخاص اللي عم يسمعونا اليوم لابناء المنطقه اذا بدنا نحكي اليوم كيف اليوم فينا كلياتنا نتكاتف لنخلي ابو قبيس احلى واحلى او مو بس ابو قبيس فينا نقول يمكن كل الريف كل الريف الحموي اذا بنقول وكل المحافظات هلا انا بوجه الشكر كثير كبير لكم ورح تكون هي دعوه من خلال شاشه الاخباريه السوريه انه لكل المغتربين ولكل السوريين بكل انحاء سوريا انه يتفضلوا ويزوروا عنا وادي ابو قبيس ويشوفوا خصوصا بعد عوده الامن والامان وان شاء الله رح يلاقوا عنا حسن ضيافه ورح يلاقوا عنا طبيعه خلابه وجو كثير حلو ونكون عند حسن ظنهم ان شاء الله اكيد ما في شك باستقبالكم الحلو تسلمي وهالضيعه الحلوه كثير ونحن اليوم عن جد مبسوطين وفخورين باهلها وبناسها الطيبين ست علا بنتشكرك كثير الله يقويكم وتحققوا كل شيء بتسمحوا له بالبلديه من اجل خدمه المواطن في قريه ابو قبيس سيد دانتي شكرا كثير لاستضافتنا اليوم في ربوع منشاتك السياحيه يا رب وتكونوا دائما عم تقدموا الافضل اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا فيكم شرفتونا شكرا كثير لكم يعني بدنا نقول يمكن نحسدكم على هاي القعده يمكن دائما بقلب الطبيعه شكرا كثير لكم نورتونا لليوم مبسوطين ايه رواء اليوم هواء نظيف شهيق وزفير كل الوقت نرمين زميلنا علي شحود صار جاهز معنا وايضا ضمن قريه ابو قبيس اللي هو ابن قريه ابو قبيس بدنا نقول له صباح الخير يا علي ومين معك اليوم صباح الخير علي صباح الخير يا علي صباح الخير ليا صباح الخير نرمين نحن هلا كمان رح ننقل جانب اخر طبعا من بلده ابو قبيس لنحكي عن التعليم لنحكي عن ايضا مثل ما شايفين اجواء جميله جدا عم تعيشها بلده ابو قبيس شايفين مجموعه من الطلاب اليوم اجوا ليشاركونا اجوا لينقلوا الفرح والحب بهذه البلده الجميله صباح الخير صباح النور اي صف انت عاشر تحكي لي عن اجواءكم كيف في التعليم الاجواء حلوه والحمد لله بفضل الجيش رجع الامن والاستقرار وفينا نروح ونرجع كيفنا وبالنسبه للتعليم كثير تعليم كويس والكادر التعليمي كثير كمان وبنشكر سياده الرئيس والجيش والتربيه كلها هالاجواء الحلوه كمان تحكي لي اجواء الضيعه كيف اجواء بشكل عام يعني اجواء الفرح والحب الموجود يعني اجواء كثير حلوه العالم فيها تمام كمان اسا يلا احكي لي الاجواء حلوه طبيعه حلوه مبسوطين فيها بنروح بنجي يعني هيك مرتاحين فيها كثير حلوه بفضل الجيش رجع ونشكرهم للجيش العربي السوري كمان استاذ عندنا كمان الاستاذ هون صباح الخير استاذ تفضل لعندي شويه بعد اذنك صباح الخير لعندي صباح الخير استاذ اهلا وسهلا اهلا شرفتونا وميت اهلا وسهلا نحكي استاذ عن التعليم عدد المدارس بشكل عام يعني المستوى التعليمي اليوم بهذه البلده السياحيه اليوم عندنا بابو قبيس اهلا وسهلا فيكم وميت اهلا وسهلا عندنا حلقه اولى حلقه ثانيه ومدرسه ثانوي والمستوى جيد جدا يعني والامن جيد جدا بفضل الجيش العربي السوري وبفضل القوات المسلحة المجاورة للمنطقة والكادر الأمني كثير رائع وما يعمل عمله بشكل جيد خلي لي اياك اليوم بدنا نحكي كمان مع الطلاب أكثر قديش مهم اليوم حنحكي كمان مع الصبايا أكثر صبا رح أرجع لعندك قديش مهم اليوم قديش الطبيعة بتعكس عليكم أنتم كأبناء هذه البلدة انه قديش مو حلوه يعني اليوم بما انه الطبيعه حلوه فبتعكس علينا راحه نفسي انه بحس في الواحد بحب يطلع بحب يحكي مع العالم بحب يتعرف اكثر يشوف شو في ببلده اليوم هلا كمان بدنا نحكي اسا اكثر كمان معك نرجع لعندك كمان اليوم
لجين كمان اكثر، خلينا نحكي عن وضع جمال البلده. اليوم بيجي ضيوف كثير، ابو قبيس بيجيها ناس كثير، انتم كابناء بلده وكشباب اول عمركم، كيف شايفين كيف بتتعاملوا مع الناس، كيف بتستقبلوهم؟ معامله حلوه، استقبال كثير حلو، بضيعه حلوه، باهلها وناسها وطبيعتها كثير حلوه. نحن مبسوطين فيها وبنستقبل الضيوف، يعني مبسوطين بالطبيعه كلها. يا رب. كمان الاستاذ العم كمان هون احد المدرسين بالبلدي، يعطيك العافيه. اهلين وسهلين. يا هلا. قديش تحكي لي شوي ايضا على العمليه التعليميه، المستوى التعليمي طبعا؟ والله المستوى التعليمي عندنا بالقرية جيد، المستوى التعليمي عندنا بالقرية هون جيد، والعمليه التربويه تسير على اكمل وجه. في معاناه، في بعض في طبعا نقص، في معاناه شديده شايف شلون، لكن الامور كويسه ان شاء الله. الامور كويسه، الامور كويسه، ونحن على اكمل وجه راح نقوم بعمليتنا بشكل جيد. كمان مثل ما نكون ملاحظين طبعا، راح نحكي شويه انه هون طبعا الطبيعه والمنتزهات الموجوده، حتى ابو قبيس هي جنه على الارض بصراحه، يعني الضيوف، الناس الموجوده، الاجواء الموجوده، حتى نحن الاجواء اللي عم نعيشها اليوم ببلدة أبو قبيس تعكس حقيقة أنه الجيش العربي السوري دائما وأبدا كان هو صاحب الفضل بالأمن والأمان. أيضا هذه البلدة بتتمتع طبعا مثل ما ذكروا الأساتذة أنه بتتمتع بمستوى تعليمي عالي كتير، أيضا فيها 4 مدارس تتبع إلى عدة قرى، وكلها فيها متوفر فيها التعليم ومتوفر فيها الخدمات. هذا الشيء إضافة جديدة لأبو قبيس، أنه اليوم تسليط الضوء على هذه المناطق السياحية بيعطيها امتياز أكثر، وهي دعوة لكل أهلنا ولكل الناس بسوريا أنه يجوا يزوروا أبو قبيس ويشوفوا أبو قبيس. طبعا كل المنتزهات فتحت أبوابها من بداية الموسم وراح تستقبل الناس، ونقلنا صورة حقيقية اليوم للمجتمع الموجود بأبو قبيس بأهله وناسه. طبعا زملاء، هذه صورة نقلناها لكم من أحد جوانب بلدة أبو قبيس، عودة إليكم. نعم علي، شكرا كثير لك. وعن جد مثل ما قلت، قريه ابو قبيس هي جنه على الارض، واكيد متابعينا بصباحنا، متابعين بضيوفنا المميزين. وهلا فقرتنا التاليه نرمين، اكيد فقرتنا التاليه رح تكون كمان من ريف حما ومن ابو قبيس، يلي تعتبر من لوحات الطبيعيه كما ذكرنا لخصوبه تربتها وخضار اشجارها، ناهيك عن تاريخ المدينه يلي ضارب بعمق الزمان. واليوم رح نحكي اكثر عن تاريخ هي المدينه، وبيسعدنا نرحب اكيد بالاستاذ بطرس كاترين وهو استاذ في التاريخ، والمهندسه اديبه منصور رئيس مجلس مدينه اسقلبيه. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك، شكرا. يا اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم سالمين. كل عام وانتم سالمين. نعاد عليكم يا رب، يعني ايامنا اعياد ان شاء الله يا رب. استاذ اهلا وسهلا. استاذ بالبدايه رح نبلش مع حضرتك، يعني ما في احلى نكون قاعدين بهي الطبيعه، بهذا المناخ، بهذا التميز بالطبيعي الرائع الجمال، وما نحكي عن المنطقه تاريخيا، ما نحكي عن هي المنطقه تراثيا. تفضل. في البدء شكرا للاخباري السوري، اهلا ومين لها المقدمات الحلوات الجميلات. سلام. وشكرا للمهندسي سيدي اديبه منصور اللي فسحت لنا الفرصه ان نتكلم. شكرا للمهندس اياد موسى الغايب الحاضر. نعم. بالطبع الحديث عن تاريخ محافظه حماه تاريخ ذو شجن. محافظة حماة لها أرشيف تاريخي غني، ما بدي أعطي درس تاريخ بس حط محطات تاريخية مرت فيها. تمام. المؤرخون قسموا التاريخ لفترتين، فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. فترة ما قبل التاريخ يعني ما قبل التأريخ الكتابي. تاريخ حماة يعود إلى ما قبل التاريخ، يعني قبل الكتابي. نعم. تاريخيا يعود إلى حسب الوثائق المكتشفة من خلال بعثة دنماركية إلى 1,000,000 سنة وجدوا آثار للإنسان الحجري. ولكن تاريخيا كمدينة بدأت بـ6,000 قبل الميلاد. نعم. عندما جاء إليها السومريون، الأكاديون، ومن ثم غزاها العموريون واستوطنوا فيها.
واتخذوا من قلعتها مكان. نعم. بالطبع وبدأ العمران من 6000 سنة قبل الميلاد. خلال هذه الفترة حتى الآن مرت بأطوار وحضارات متعاقبة تركت بصمات وآثار تحكي عنها. نعم. فبعض العموريون تعرضت لهجمات من شعوب مهاجمة، الهكسوس، المصريين، الفراعنة بالطبع، وتمكنت من التصدي لهم، وبقت مدينة عامرة إلى أن جاء الآراميون. الآراميون هم الذين ركزوا الزراعة في حماه، وبالطبع بعد أن بنوا إمارات في الفرات وانتهوا جاءوا أقاموا إمارات في منطقة العاصي. بالطبع هيرودوت أبو التاريخ بيقول أن مصر هبة النيل، يعني لولا النيل لما كانت مصر، وحماه هي هبة العاصي. على ضفاف العاصي قامت حضارات متعاقبة من عددها نحن. بالطبع الآراميين حضروا حماه أكثر، صارت مدينة زراعية، وصارت مدينة تقع على طريق الحرير، واستمر الوضع إلى أن جاء الإسكندر المقدوني. المقدونيين، الإسكندر المقدوني جاء يحمل معه حضارة اسمها الحضارة الهيلينستي، يعني هيلين ست اليونان مع الشرق، انمزجوا مع بعضهم. نعم. وبالطبع الإسكندر المقدوني حتى يعمل حضارة حقيقية غربي شرقي الهيلينستي، تزوج امرأة فارسي وزوج 10,000 من جنوده نساء شرقيات حتى يصير تمازج حضاري. وبالطبع أصبحت حماه بعد الإسكندر إلى سلوقس، فتشكلت دولة السلوقيون. بالطبع السلوقيون بنوا مدن هامة منها أفاميا اللي هي من ريف حماه، وبالطبع أفاميا المعالم الأثرية المميزة. نعم، بدنا نحكي عنها خلال استعراضنا الآثار. أفاميا نسبة إلى أفامي اللي هي اسم زوجة سلوقس. نعم. بنى مدينة اللاذقية، بنى مدينة أنطاكي، ولكن أفاميا كانت عاصمة سوريا والعاصمة العسكرية للسلوقيين. بعد السلوقيين جاء الرومان 64. بالطبع الرومان احتلوا سوريا ومنها حماه، و كان أحد تراجان الإمبراطور الروماني جاء إلى حماه وأعجب أدهش بالإنجاز الحمول الرائع، هي الناعورة. نعم. الناعورة اللي هي رمز حماه، بيسموها مدينة النواعير. من النواعير. بالطبع الناعورة هي لرفع مياه العاصي، وبالطبع لقناطر عالية. نعم. من أجل نقل المياه إلى الحمامات والبيوت وإلى الحقول. أكيد. أستاذ بطرس رح نرجع عن كف الحديث بس مشان لأنه الوقت ما يداهمنا. نعم. كمان بدنا نحكي مع حضرتك. أهلا. نعم. وسهلا فيك. شرفت، شكرا لاستقبالكم. يعني عم نحكي اليوم عن الصقلبية، كنا عم نحكي أنه قريبة على أبو قبيس، خلينا نحكي شوي عن هاي المدينة، يعني لي الوقت قليل بحماية، يا ريت لو نقدر نغطي كل المناطق. خلينا نحكي شوي إداريا عن هاي المدينة. مدينة الصقلبية تقع غربي محافظة حماة بحدود 40 كيلومتر، وعدد سكانه تقريبا 17,000 نسمة، بس ومع الوافدين والمهجرين في ظل الحرب تقريبا نصل إلى 35,000 نسمة. مدينة الصقلبية تحوي جميع الأطياف وما عم بيشاركونا بجميع مقومات الحياة وعطيب خاطر، وهي متاخمة للإرهاب بحدود 3 كيلومتر فقط. وبالرغم هيك مدينة الصقلبية صامدة، أنا بعتبرها مدينة الصقلبية مدينة المحبة والسلام، وهي تعني المشاكس أو العنيد. وبالرغم كل الظروف شعبها صامد، ونحن مع الجيش لآخر لحظة، وبالرغم القذائف الحقد وما زالت مستمرة على مدينة الصقلبية لتاريخ هذه اللحظة. وإن شاء الله يا رب يهم جيشنا وقائدنا سيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، يكون النصر قريب، ونحن بهالفترة مهرجان الربيع إذا دل يدل على مهرجان طبعا المحبة والسلام، بدل على صمود شعبنا وآملين ومتفائلين بالخير والسلام، وإن شاء الله يا رب تحرر سوريا والنصر قريب. شكرا. تأديبة بس قبل ما ننتقل للأستاذ بطرس، خلينا نحكي اليوم عن دور المرأة السورية وخاصة بقرية الصقلبية
القريبة على قرية أبو قبيس جيراننا يعني جيراننا كمان نعم. شفنا كان معنا من شوي رئيسة بلدية وأيضا حضرتك رئيسة بلدية. اليوم دور المرأة قديش مهم بالمجتمع، دورك كأم اللي بتحتضني الكبير والصغير وأي حدا بحاجة يمكن من عطاء من خدمة، المرأة السورية بشكل عام، المرأة بشكل عام خلينا نقول السقلوبية بشكل خاص لا يقل عملها ودورها عن الرجل. أنا بتعتبرها هي عملها نصف المجتمع. المرأة تقوم فهي المهندسة وهي الطبيبة وهي المعلمة والمربية والأخت والزوجة، كل هذه القضايا أكيد نحن المرأة لها دور كبير. وبسقيلبي نحن أنا كأول امرأة استلمت رئيس مجلس مدينة سقيلبي في تاريخ سقيلبي كانت في صدى كثير كان حلو وإيجابي إنه بهيك ظروف وبهيك موقع مسؤولية مدينة كاملة تقع على عاتقها، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية بإذن الله. الله يحمي الجميع إن شاء الله يا رب. يعني أستاذ بطرس نحن موجودين بأبو قبيس مثل ما حكينا، خلينا نحكي شوي عن طبيعة هاي المنطقة تاريخيا، أي ما تبلش الناس يعرفوا فيها، عن اسمها، من وين إجا، عن أبرز الآثار اللي موجودة بهاي المكان. نعم. الغنى الحضاري لمحافظة حماة وريفة ما تسجلوا أوابد حضارية موجودة في عنا، مواقع حضارية ومواقع سياحية كبيرة ولكنها مهملة للأسف. نحن نسمع بوزارة السياحة ولكن لا نرى فعلا، أنا برأيي هذا تقصير. منطقتنا من أجمل مناطق العالم، من لا يحب بلده ما بيحب العالم. فأنا بحس أنه منطقة الغاب منطقة غنية جدا وسرية جدا بمواقع طبيعية يجب الاستفادة منها. الصناعة السياحية صناعة استراتيجية في بعض البلدان. تخيل أن إسبانيا الدخل الإسباني من السياحة يعادل النفط العربي. نعم، بس ما في شك يمكن بالعطاء بكل مجالات، إن كان من سياحة إن كان من ثقافة دعم، ولكن يمكن نحن بدنا نقدر إنه نحن مرقنا بظروف صعبة، بس بكفي يمكن وجود وحفاظ على تراث القرية لحتى نحن نقدر نكفي ونحافظ عليها لقدام. أستاذ بطرس خلينا نحكي اليوم عن الحفاظ على هذا التراث، يعني جو الضيعة هيك. نعم. القعدة مع الأولاد، التربية، الاستضافة، شو بتتميز مدينة سقيلبية بهيدا الشيء عن غيرها من القرى؟ سقيلبي لا تزال بعلاقاتها قرية. نعم. رغم أن إدارياً صحيح. منطقة. نعم. وهذا شيء يبعث إلى الاعتزاز. يعني لا نزال نعيش الحالات البسيطة، العلاقات الطيبة، علاقات الجيري، علاقات الأخوة، علاقات التعاون، مو بس مع سقيلبي حتى مع الجيران بالأعياد بالمناسبات في تبادل تهاني وخاصة ما قبل الأحداث. سقيلبي بالواقع هي رقيقة كالنسيم وصلبي كالطود ومتجزرة كالسنديان، تواجه الآن محنة كبيرة من هذه الظروف التي جرنا إليها الاستعمار. نعم. الصهيوني والإمبريالي اللي سخروا أدواتهم. الآن جينا والضرب بسقيلبي قائم، ورغم ذلك كطائر الفيل الله يحميكم تعيشي. فالحياة بسقيلبي حياة مدهشة جميلة، ندعوكم لزيارتها، وبالطبع الإضاءة على ذلك من قبلكم هي إنجاز رائع. يعني هي مساهمة كإعلام الإضاءة على أهل نعم المناطق. نعم. هذا هام جدا وكان هذا واجب من قبل، ورغم ذلك أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي. عندنا مشاريع كثير، مثلا الطريق المساير للسلسلة الغربية من أجمل طرق الدنيا لو في اهتمام. نعم. طريق فيه غابي ما في أجمل منها، ورود الدفلة من سلحب صحيح. إلى جورين. يمكن بدي أعقب على نقطة كتير مهمة. يمكن ليا خلال سنوات الحرب 8 دائما بنقول إنه الحياة ما وقفت بسوريا، دائما الفعاليات السياحية والثقافية بعدها موجودة، ولكن الريف تبعنا الريف الحموي هو غني غني جدا، والاستثمار فيه دائما قليل. مستمر قليل. بدنا نحكي بصدق، نحن ما بدنا نجامل بعضنا. أنا برأيي الريف الحموي وخاصة منطقة الغاب غني جدا إذا أحسن استخدامه. يعني وزارة السياحة حلو يكون في فندق، حلو يكون في
مهرجانات دائمه. اكيد يمكن هي دعوه لكل المستثمرين السوريين. نعم دعوه تشجيع للمستثمرين. وزاره السياحه المفروض تصدر نشرات، الاعلام وزاره الاعلام المفروض تضيء. نعم. سهل الغاب، سهل الغاب لوحه من اجمل اللوحات على وجه الارض. نعم. سهل اذا بدك تتخيلي سهل ما بتتخيلي اجمل منه. نعم اكيد. مسلسل بسلسلتين، سلسله شرقي وسلسله غربي، بطول 50 كيلو متر، بثلاث اقنيه تري. اطلعي على الكورنيش الغربي في مدينه الصقيلبيه وانظري الى الغاب، ترى لوحه من اجمل اللوحات باوروبا ما في منها، بس بحاجه الى الاهتمام. تنظيم السكاني، في توزع سكاني غير طبيعي، في بدها تدخل، بدها تشجيع للمستثمرين، مستقبل قدامنا، بدها مهرجانات. ان شاء الله بيكون أكيد المستقبل حلو قدامنا. الصقيلبيه دائما فيها منتجعات جميله ندعوكم لها. اكيد مسبح عين الورد، لوحة طبيعية، لوحة جميلة شفتيها يعني بزماناتك شيء. أكيد أكيد دائماً يعني نحن أولاد سوريا، مقصف الرابي، مايسترو، مسبح النصور، الحديقة العامة. نعم. في استثمارات بالصقيلبية بس. نعم. بالمنطقة نحن قليلة. أكيد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لأهالي الصقيلبية، وشكراً كتير لحضوركم معنا. أكيد شكراً كتير لكم، نورتونا اليوم، شرفتونا، وندعوكم لزيارتنا، وممكن نأمن لك عريس على الهواء. على الهواء انت نأمن لك. شكرا لك. هلا شكرا كثير لكم. انا راح عند طنط ام سليمان. خلصنا نحن، يلا بس رح ننتقل سوا اكيد مستمرين يا بتغطيتنا المباشره. بس لحظه لفك حالي مشي الحال. ميرسي. هات طبعا نحن مستمرين بقريه ام قبيس، ابو قبيس عفوا، عملت ام لانه شميت ريحه البرغل بحمص على الفحم، الريحه غير شكل. مرحبا، يا صباح الخيرات. الله يسعد لي صباحكم يا رب. كيفك؟ صباح الخير، صباح النصر، صباح هاللمه الحلوه. وسوريا كلياتنا بحاجه انه كلنا نحط ايدنا بايد بعض. انا من منطقه حماه، بدي حط ايدي بايد الخنيطره، بدي حط ايدي بايد شعب دير الزور، الحسكي، حلب، جبال اللاذقيه، ادلب، ادلب الغالي اللي عيننا على كل حبه تراب من سوريا. نحن ما راح نفرط فيها، نحن مع شبابنا بالمعركه، باللمه الحلوه، بالشجاعه. نحن ما راح نتخلى عن سوريا. واليوم هاللمه الحلوه هي بدنا نحكي عن تراثنا. بس لحظة، من باب أنه فرصة وصارت. تفضلي. تسلمي يا عيني. يا سوريين، يا سوريين، ما بقى في شيء بينفعكم غير أنه نحب بعضنا. ما حد راح نفعنا. اللي إجا لعنا طامع بخيراتنا، واللي بعد كل مرتزق تلكون لحتى تقتل شعبنا. السوريين كلن خسرانين، لا حد يقول أنا ربحت. بس اللي خسر عن جد اللي خان سوريا وغادر سوريا. هاي ما بدنا اياه يجي على سوريا او يفاوض على سوريا او على حبه تراب من سوريا. ما بدنا اياه ينفاوض. حتى اي انسان، حتى امبارح حكوا عن الاسرائيلي، ارض سوريا ما بتقبلوا فيها. لا تزعلوا يا سوريين، ارض سوريا ما بتقبل واحد اسرائيلي ينقذ يندفن بارضنا. دخيل هالحكيات، فيني بوسك؟ هاتي بوسك. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك حبيبة قلبي. يعني اليوم مبسوطين نحن أنه ضيوفكم بهي القرية الجميلة. أولادنا حبيبة قلبي، خلينا ومن الشرق للغرب كلكم أولادنا. هي سوريا، هي هي الأم السورية. هيك بدنا نكون نحن يا أمي، هيك بدنا نكون. أفي شي بينفعنا غير أنه نحب بعضنا. الحب، الحب ما حد فيه بيدخل بيناتنا، لا أي عدو لا أي غدار. الحب يا أمي اجتمعوا، واللي بيوقف ضد الحب انبزوه، قلوا له مانك سوري أنت. الله، ما أنا سوري يا أمي. يسلم تمك. يعني بعد هالحكي عن جد الله يطول بعمرك ويحمي لك عيلتك ويحمي هالقرية وهالضيعة الحلوة. اليوم نحن أكيد ضمن صباحنا عم نضوي عن التراث، عم نضوي على أطيب الأكلات. وبعد هالحكي الحلو في أكلة كتير طيبة عم تتحضر، عم نشوفها كنا على الكاميرا، هي أكلة البرغل بحمص. وبدنا نشوف كيف منحضر نحن كل شيء يدوي. يلا وجاي لعندك انتاجنا، ونحن رح نكون اكتفائيين ذاتيين من بيوتنا، من رزقنا، من عرق جبيننا.
الطبخة بتبدأ من نقيع الحمص من المساء للصبح، والصبح يا بنت الحلال منرد الحمص أول شيء منسلقه لحتى يستوي، بس يستوي الحمص منقلزه بزيت الزيتون. زيت الزيتون ولا زيت خريف؟ زيت الزيتون الأصلي. الأصلي من بلادي الحبيبي الغالي، منقلزه بزيت الزيتون، منضيف له المي، بس تغلي المي منحط البرغول وبصير الطبخة عتستوي وتتنهنى. رح نكفي حديثنا نروح لهنيك، بنكفي حديثنا، خليكي مرتاحة بس لشوف هون. مرحبا. يا أهلا وسهلا. يا صباح الخيرات. يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا. كيفك؟ الله يسلمك يا رب. عم تدق البرغول؟ حنطة. الحنطة. أيوة حنطة. أيوة طبيخي. يعني قديش بعدكم محافظين على الشيء اليدوي؟ نحن منضل محافظين عليه يا سيدات، اليوم كلهم بيريحوا حالهم. لا لا، نحن منضل أكثر السوريين بيضلوا محافظين على التراث ومحافظين على شغل أجدادهم ومحافظين. هاتي خليني أجرب. تقيلة؟ تفضلي معك. شوف إيدك. آه لا إيدك. أيوة 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 منيحة. أيوة منيحة. يلا خلينا كمان هون عم تطحنيهم حنطة. خلينا نروح على الطبخة على الفحم. تفضلي أم سليمان. أم محمد وأنت أم سليمان. أوكي طب محمد فينا نشوف وين صارت الأكل. يا اليوم بدنا نفطر برغل بحمص. طعميكم. خلينا ياكم ويديمكم. يعني بدها شوي بعد. هسه بعد شوي أمي. يعني بعد اللي بنحط البرغول الطبخة كلياتها بتاخد وقت ربع ساعة، بيكون كل شيء مستوي وصحة وهنا عقل كل شيء بده ياكل يا رب. حبيبة قلبي خلينا هيك نشوفها. هي على الفحم على الحطب ولا على الحطب ولا على الحطب؟ على الحطب النار، لأن ريحة نكهة الطبخة بتطلع غير شكل. رح دق لك حمصاية. دقية صحة وعافية. هي أكلة آبائنا وأجدادنا وفي عدة طبخات. كنا بالبيت ما في مشترى شيء من السوق، كلياته من شغلنا نزرع بالارض نربي مواشي، كله أفيش طبخه غير بتكون موجوده من البيت، ما نعتمد على برا. حتى اللحم القاورما قبل مثلا بالقرى مثلا ما في قصاب، نجيب نذبح الذبايح ونعمل قاورما. قاورما هي تتخزن بعنبر إلى خاص، اذا بتقيم خمس سنين وبتيجي بتحطيها للطبخه كانه هلق ذبح ذبيحه. وهي نحن ما بننسى، هي اكله ابائنا واجدادنا يا امي. نعم. يطول بعمرك. احنا بدنا نعلم احفادنا. ايه لازم لازم يطول بعمرك. وهلا رح نرجع بعد شوي كمان نشوف الطبخه وين صارت. قبل ما ارجع عند نيرمين طنط ام سليمان، يعني اهلا وسهلا. يعني قديش بتحبيها لضيعتك؟ هيك احكي لنا شوي عن الضيعه. ضيعتي كبيره وبسيطه وطيبه وبتحب العالم كله وبتحب الخير. نزرع بالاراضي وبنحصد وبنشتغل عادياتنا ومنشان ما نحتاج حدا، منشان يعني بنشتغل لنا ولاولادنا، بنشتغل للعالم. ما بعرف شو بدي كيف بدي اعبر لك عنها، انه كثير طيبه وبسيطه وبتحب الخير للكل ومنمد ايدنا للكل، لكل الدنيا منمد ايدنا، ونحن بنحب العالم كله. وسوريا ما في احسن منا، يعني اللي بيشوف اللي بيشم ريحه سوريا بحياته ما بينساها، ما لازم يخونوها، ما لازم يخونوها. واللي خانها مو منا ومو من عنا وما له سوري، مو شربان من ميته. ايوه يعني السوري ما بيخون، طيب السوري طيب يعني ومضياف. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي والله يحميكم هيك يا رب. اهلا وسهلا. ميت اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا نورتي. يعطيكم العافيه. اكيد نحن متابعين بهي الحلقه الكتير حلوه ومبسوطين بهيدا الجو، جو الضيعه، جو البساطه، جو الكرم. رح نروح سوا مع بعض لعند نيرمين واكيد حتى نتابع فقرات صباحنا غير. أكيد ليا يعني رح ننتقل كمان هلأ لنشوف أجواء كمان التراث الحموي والريفي بشكل عام، وننتقل لهي الطاولة يلي مثل ما بنقول من منتجات الطبيعة وكل شي فيها بشهي وبجوع يمكن على الفطور. معنا أكيد محمد عباس يمكن من فرقة دير ماما لأحياء التراث، وأكيد
سعاده، اهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحكم، واهلا وسهلا فيكم بمنطقتنا. يا هلا فيك. الله يخليك يا رب. اول شيء خلينا نحكي اليوم عن الموضوع الحرير. الحرير. خبرنا اول شيء عن هي الحرفه اليوم وعن مدى يمكن الاهتمام فيها بابو قبيس اكثر. هلا الحرفه هي موجوده بس بقى بهالمنطقه بسوريا، يعني بهالمنطقه عم محافظه عليها لساتها لهلا عم تربي دود الحرير. توقف خلال الازمه اول كم سنه بس مشكوره وزاره السياحه رجعت دعمتنا هالفتره، وعم تجي البذره والدود اللي احنا بنسميه البذره باللغه الشعبيه يعني مثل ما بيقولوا، اي عم تجي بزاره دود الحرير والمزارعين عم يشتغلوا عليها، طبعا بالاضافه لدعم غراس التوت، عم تدعم كمان الزراعه وغراس التوت منشان نرجع شوي نشجع هالمهنه. طبعا دير ماما وابو قبيس والمنطقه كلياتها لساتها محافظه على هالمهنه، لساتها بتصنع من عاداتنا فلكلورنا لباس الحرير مثل ما بيقولوا رداء اهل الجنه. اكيد ايه. بتحبي نحكي؟ خلينا نحكي شوي عن بعض المنتوجات. هلا هاد رح لبسك اياه، هو شال العروس. شال العروس نحن احنا يعني انا ماني طالعه من الحلقه. اكيد عروس ان شاء الله، الله ان شاء الله بنفرح فيكي. اكيد هذا شال العروس، هذا الشال شال مثلث، هذا العادات عندنا بمنطقتنا ومن عادات الاصاله طبعا انه العروس ما بتطلع من بيت اهلها بلا هالشال. العروس ما بتطلع من بيت اهلها بلا هذا الشال المثلث ترديديه فوق الفستان اللابس دائما، وبعده لهلا موجود يعني بعده لهلا هذه العاده حافظين علينا لحتى نحافظ على تراثنا مثل ما بيقولوا هويتنا موروثنا الشعبي الثقافي. يعني نحن الشباب عم نحاول هسه نرجع العادات ونضل محافظين عليها مثل ما انك شايفه لابس اللباس التراثي كمان. لابس تراثي ايه. خلينا نحكي شوي عن هيدا اللباس اللي كمان هلا بنلبسه اليوم بعدنا بالاعراس ولا لا؟ لا لساتنا عم نلبسه بالاعراس ولساته موجود عندنا يعني ايه، بس للكبار بالعمر شوي اكثر يعني. هلا الشباب ما زياده يعني يعني هيك، بس بالمناسبات نحن مثل ما قلت لك فرقه لاحياء التراث لساتنا عم نلبسه ولساتنا محافظين عليه. هلا هذه تسمى الحطاطه، حطاطه لما بيقولوا يا ابو الحطاطه منيله يعني بيضه. الله يسلمك يا رب. هذه الحطاطه، العقال، القميص والشيل صوف الشغل اليدوي النساء بتشتغل عليه. بتقول هلا بالمنطقه في يعني بتلبسوه بالاعراس ولا لا؟ بس لا لساتنا عم نلبسه بالاعراس ولساتنا عم نلبسه بفعالياتنا. نحن عندنا اعياد، عندنا مناسبات اعياد الربيع بنجتمع فيها كلياتنا بنلبس هالزي بنحتفل. حصرا الدور لازم يكون بالزيت التراثي. اعياد الربيع بمنطقتنا من فتره كان مهرجان التراث السوري اكيد، وكمان كان عندنا بمنطقتنا بدير ماما والمنطقه واحيينا كلياتنا باللباس التراثي يعني باللباس التراثي. اكيد رح انتقل كمان لسعاده، خلينا نحكي شوي. مرحبا، يعطيك العافيه. يعافيك الله يسلمك. خلينا نحكي اليوم عن المهنه اللي جاي نحكي عنها وهي الدود. مثل ما خبرني من شوي محمد انه لهلا هي المنطقه بالذات بعدها بتربي دوده القز الطبيعيه. لهلا دير ماما بتربي دوده القز الطبيعيه، كانت تجينا البذره من الصين او اليابان. بعد اللي صارت الازمه ما عاد تجينا، صرنا نحن بنبزرع ايدنا. بعد ما بنبزرع ايدنا بنجيبها للبيوت وبزور، بنضل نطعميها ورق التوت، ما بتاكل غير التوت ورق التوت العادي. صح. بنضل نطعميها شي 40 يوم، بعد ال 40 يوم بتتحول ما عاد تاكل، تتحول بدنا نحط لها شيح مثل عن بيتالف عن عيدان حطب، بنحطها عاد بتطلع الدودة على هالعيدان الحطب لحتى تصير شرنقة، شرنقة دودة القز. بتضل تعطي الخيط الحرير. هذا هو خيط حرير. خيط حرير 1000 متر. 1000 متر. 1000 متر. بعد الألف. هاي العملية قديش بتاخد وقت ليصير عندنا مثل هاي؟ من البذرة للهي بدها شي 40 يوم. 40 يوم بدها. عاد بنحطه بمية الساخنة بصير الشرنقة، بتصير خيط الحرير. بعد خيط الحرير نحن بقى بنعمله بنبلش بنعطيه للصبايا للهاد بتعمله على التنتانير بالسنارة. خلينا نحكي عن الشيء اللي حاططيه على راسك، شو بيختلف عن اللي لبسني اياها؟ هذا بيختلف، هذا النساء بتعمله كلياتها على السنارة. على السنارة. شو السنارة؟ السنارة عبارة عن مثل سياخ الصوف تقريبا بنعمله هذا. اما هذا عن النول، على النول القديم له
حوالي تقريبا 500 عام. يمكن اقدم نول، يمكن أقدم كنت عم تحكولي انه أقدم نول موجود عندكم بالمنطقه. موجود عندنا بالبيت بدير ماما. بدير ماما. بدير ماما. وايمتى بيلبس؟ فينا نسميها شال او حطه؟ فيك تلبسيها دائما، اللباس هو التقليد اللي موجود. فيك تلبسيها باي مناسبه، فيك تلبسيها بالاتراح بالافراح باي مناسبه فيك تلبسيها. هذا احيانا الصبي بس تطلع عروس بالاهل بيلبسوا وياه. احيانا هذا للظهر، هذا بيحطوه على الراس. على الراس. يا سلام. كيف طالعه؟ اكيد عمر. اهلا وسهلا فيكم. يا هلا. اهلا وسهلا فيكم. طالعه هيك بنحطها. هذا لباسنا الحرير الطبيعي دائما موجود. في شيء منتوجات كمان بتستخدم بمناسبات ثانيه ممكن تكون الحزن بالأفراح. يعني مثلا قطعة تانية ممكن هي غير الشالات اللي بتستخدم. نحن بنصنع احيانا بيوصونا البلاد الاجانب لبرا شيالات بيستعملوها بياخذوها مشان مرض الشري. هذا خصوصي لمرض الشري، بس الواحد يحطه على جسمه بيختفي الشري او الحساسيه من جسمه. يعني كمان نحن عم نحكي بقى مو تراث، عم نحكي عن علاج طبيعي. عن علاج طبيعي امراض عديده يعني. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم معكم حماد عن الفرقه. اليوم كم شخص انتم بعدكم بتشتغلوا بهيدي المنتوجات؟ هلا نحن يعني فيك تقولي تقريبا ما في بيت بضيعتنا وبالمنطقه، بس خصوصا بالضيعه عندنا بدير ماما، الا لهلا عم يشتغل بهالقطعه. يعني هلا التربيه بيتشارك فيها الرجال والنساء. هلا الرجال بيروحوا بحوش ورق التوت بيطعموا الدود، هلا بتيجي النساء بقى بتبلش على شغل السناره، على شغل الحرير، الحياكه، الخيط الى اخره. كمان بالاضافه مثل ما انك شايفه المنتوجات يعني. بس بدي نوه لشغله انه كمان الحرير بهذا المنديل بس بلا تخريج. هلا التخريج يعتبر للفرع. فينا نستخدمه على الكاميرا لنفرجي اكثر. هلا هذا بس المنديل، هذا يلبس بالاتراح فقط. يعني المانو ابيض من لبس بالاتراح. يعني مثلا مثل اليوم شهدائنا وهيك اللباس بيجي الشعبي اي السكري او بيجي على شوي بلس بلا تخريج. يعني بلا هذا بس الاساس مثل بس الاساس هذا بس هذا لسه مو معالج. هذا لسه مو معالج، هذا بده غسيل، بده شغل منيح. هذا لساته بدمه. هذا بيلبسوه النساء بالاتراح. بالاتراح. الله يبعد عن آمين يا رب. وهذا اللي مثل ما قلنا للفرح. اكيد بتحبي نحكي كمان عن تمام. فينا نحكي ضل شيء من المنتوجات الحرير اللي حابين نحكي عنها اكثر؟ في عندنا هي القطعه. شو هذه؟ الفستان التراثي مثل اللي لابس قصعات. فستان تراثي كمان حرير؟ لا هذا القماش. القماش القماش بس انه بيلبسوه النساء كمان بالفرح. هذا لون الفرايح المزهر مثل ما بيقولوا. شيء تقليدي يعني. شيء تقليدي اكيد. يعني نحن رح يكون لنا رجعه لكم اكيد يعني، ورح كمان نرجع لعند ليا اكثر. شكرا كثير لكم، لنا رجعه اكيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا نرمين. جيبي لي معك بعد اذنك هبولتين لك شال. شال وهبولتين. لا الشال هلا بحطه. يلا هبولتين. وشو كمان بدي؟ جيبي لي معك كل الاكلات الطيبه. اكلات الطيبه. حطي الشال. يلا تعالي. انا ما فيني ام لعندك. ثواني. تفضلي فوتي. انا حطي للي شو رايك؟ ما عليك خليها تفوت. ما عليك. ما فينا المايك. يلا لكن نحن متابعين بهي الحلقه الحلوه والمميزه، ونرمين اجت بالشالات وما ما جبتي لها بولتين. لكن نحن اكيد متابعين عم نشوف. ميرسي. شكرا. شكرا. بأرض التراث هذا شال العروس، هيك ان شاء الله يا رب فال خير عليك ونفرح بالكل. متابعين اكيد مع تراث الضيعه، متابعين مع الاكلات الطيبه اكيد، مع اكله البرغل بحمص على الحطب، واكيد مع الشباب والصبايا اليوم يلي هن ضيوفنا معنا بالاكلات الطيبه. اما هلا فصار الوقت لحتى ننتقل لاستديوهاتنا بالشام ونطلع على اهم الاخبار يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلي رامي عباس. صباح الخير من ابو قبيس يا رامي. صباح الخير لك ليا ولنرمين ولاهالي ابو قبيس ودير ماما الكرام. بالتاكيد صباح الخير لمشاهدي الاخباريه السوريه. موجز اهم الاخبار ولكن بعد الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أفاد مراسل الإخبارية في حماة بأن المجموعات الإرهابية تواصل خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد، حيث اعتدت على مدينة الصقلبية وبلدة شطحة بالقذائف الصاروخية بريف حماة الشمالية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وقد ردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة بالوسائط النارية المناسبة على مصادر الاعتداءات، ودمرت أوكارا ومنصات إطلاق القذائف للمجموعات الإرهابية. كما وجهت وحدات من الجيش رمايات نارية مركزة على محاور التسلل للإرهابيين، وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد في ريفي حماة وإدلب. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن قوات قمع تابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت عدة غرف في سجن عسقلانة. وأفادت الهيئة بأن قوات القمع التابعة لجيش الاحتلال عاثت خرابا في غرف الأسرى وحطمت مقتنياتهم. وبينت أن القوات فتشت أغراض الأسرى الشخصية بعدما أخرجتهم إلى ساحة القسم لعدة ساعات دون إبداء أسباب. حذرت المعارضة الأوكرانية من أن مواصلة نهج الرئيس الأوكراني السابق بيتر باراشينكا المعادية لروسيا ستؤدي إلى انهيار كامل للبلاد في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال فيكتور ميدفيتشوك رئيس حزب المعارضة الأوكراني من أجل الحياة في لقاء مع قناة نيوز وانا، إذا اتبعت السلطات الجديدة أو الفريق الجديد الذي سوف يمارس مهامه في غضون أيام أو أسابيع قليلة نفس سياسة باراشينكا وفريقه البدائية والمحدودة تجاه روسيا والتي أبرزها تعزيز العقوبات واستمرارها، فهذا يعني انهيار البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. أعلن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين استقالته بعد نحو عامين على توليه منصبه. وذكرت وكالة فرانس بريس إن روزنشتاين قال في رسالة استقالته إنه سيغادر منصبه في 11 من شهر أيار القادم بعد أكثر من عامين حافلين بصفته المسؤول الثاني في وزارة العدل. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نيتها إرسال نحو 320 جنديا إضافيا إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك لدعم مسؤولي إدارة الهجرة. ونقل عن المتحدث باسم البنتاغون جيمي ديفيس قوله إن مهمة هذه القوة ستنحصر بالمساعدة في نقل المهاجرين ومراقبة الوضع المعيشي للمحتجزين منهم وتوفير التدفئة والوجبات، وهي غير مكلفة بأداء أي مهام لإنقاذ القانون أو لإنفاذ القانون. كان هذا كل ما لدينا من أخبار. عودة إلى استديو صباحنا غير في منطقة أبو قبيس في حماة. نعم، شكرا كثير لك زميلنا رامي. ومتابعين بحلقتنا المميزة من قرية أبو قبيس بمصياف بريف حماة ضمن تغطيتنا الإعلامية بحماة. وأكيد أهلا أهلا وأكيد وصلنا للفن الحلو، يعني تراث الضيعة كتير وما فينا ما نتطرق للفن وللصوات الحلوة. أكيد يعني مساحتنا ليا مثل ما قلتي مع الفن الشعبي اليوم يلي بيشبه طبيعة هيدا المكان. هون للفن له حكاية وللمواهب بهالمنطقة ما لح حدود أبدا. أكيد بدنا نرحب بالمطرب باسل إبراهيم أكيد والعازف وسام غبارة يلي حيكون معنا على الأورج بعد شوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، مناطقنا الجميلة والرائعة، أهلا وسهلا شرفتونا. يسعد صباحك. يعني دائما الصوت الحلو والحفاظ على الأغاني يلي بتمس أي منطقة إن كانت هو عامل جذب سياح، عامل رياحة نفسية، عامل رفاهية أيضا لكل الناس. اليوم نحن بظروف يلي عم نتعرض لها الفن له دور كتير لحتى هيك نفرغ شوي من الطاقة السلبية يلي فينا. احكي لنا أنت كيف بتحافظ على الفن بضيعة أبو قبيس؟ هلا اكيد هالمنطقه جميله. نحن هلا اسبوعيا بنعمل مثلا حفلتين بيكون من اغلب المحافظات موجودين هون، حفلات شعبيه هيك والفرح بده يدوم، ما في احلى أكيد من الفرح. اكيد اكيد ما راح نضل بالحزن وبالاسى، بدنا نخلق الفرح. نحن السوريين نخلق الفرح أكيد. موجود فينا بالاساس. يعني نحن عم نحكي اليوم عن موضوع الفن الشعبي، في الميجنة، في العتابة، شو اكثر هيك الانواع اللي موجوده بابو قبيس وبتغنوها دائما؟ هلا طبعا مناطقنا طلع منا شعار كثير ومطربين كثير. بنذكر مني المرحوم الراحل فؤاد غازي الله يرحمه. الله يرحمه.
والشاعر الكبير جميل جنيد الله يرحمه. طبعا اغلب مواويل الراحل فؤاد غازي كانت بقلم جميل جنيد الله يرحمه. الله يرحمه. هي من اجمل الكلمات المواويل والعتابه والاغنيه. وفي طبعا مقطوعه هيك جميله لما سمعكم هي اكيد للراحل جميل جنيد. يعني خلينا هيك نحكي، يمكن كل منطقة بتشتهر بنوع محدد من الموسيقى، انتو هون الموسيقى الشعبية بقرية أبو قبيس شو اسمها هيك نتعرف عليها أكثر؟ بشكل عام الفن الشعبي. أوكي. الفن الشعبي، الأغنية الشعبية والريتم الميوزك كيف بيكون؟ كله قريب على بعضه. اللي وصلت الأغنية الشعبية اليوم وصلت لكل العالم، لكل العالم العربي. طبعا وصلوا نجومنا الكبار بكل الوطن العربي من اجمل الاغاني واجمل الكلمات واجمل الالحان. اكيد. باسل خلينا نحكي اليوم عن طبيعه الفن الشعبي اليوم، برايك قديش اليوم السوريين، احنا دائما السوريين بنقول سميعه، بعضهم بيحبوا هذا الفن وخصوصا بسلطنوا عليه وخصوصا بالطبيعه الحلوه مثل ابو قبيس. هلا اكيد اللون الشعبي انا بعتبره اساس الفن، اساس الفن من كلمه ومن لحن قريب على القلب وقريب على مجتمعاتنا وعبيئتنا. نعم. اكيد ما في اجمل من الفن الشعبي. يعني باسل مثل ما قلت نحن السوريين بنخلق الفرح، يعني قد ما مرقت علينا ظروف صعبه نحن بنقدر نخلق الفرح. اليوم طبيعه القرى الجميله بالمناظر والمناخ قد ايه بتساعد لحتى يمكن يكون عندنا اصوات حلوه، وكمان بتساعدك انك هيك تستشعر اكثر وتقول؟ هلا بيقولوا المي له علاقه. المي؟ ايه؟ يلا راح اشرب منها للمي. مية العاصي هي. لا هي مية نهر ابو قبيس. مية نهر ابو قبيس. بس اكيد في لها امتداد للعاصي بتوقع هيك ما بعرف. اكيد. بس المي له علاقه بيقولوا بكل منطقه مثلا. قد ايه هيك بتستشعر وبتسلطن بهالمناظر، يعني ما بيطلع معك هيك ما بيطلع معك مواويل اكثر، كلمات اكثر؟ اكيد في سلطنة وقت طلع بكل المناظر جميله أشجار، أكيد الواحد بيسلطن أكثر. نعم أكيد. يعني كنت عم تحكي لنا باسل إنه حابب يمكن كنت تسمعنا شيء شعر أو هيك شيء، فينا نسمع منك؟ فورا. سام راحت تحوش القطن يا قطن يا لا، وانت يا تشبه لونا قلي شو عبالا، راحت تحوش القطن يا قطن يا لا، وانت يا تشبه لونا قل لي شو عبالا، وانت بتلامس ايدها امات ما يحلالا، وانت بتلامس ايدها امات ما يحلالا، واني محروق قلبي دا الموس ايديا. سمعكم اغنيه كمان هيك؟ اه كثير. نحن جايين نسمع اليوم. وشلون انا مليل وانت على بالي، وانت على بالي، وانت على بالي، وانت عزيز الروح ما بعد غالي، ما بعد غالي، ما بعد غالي، وشلون انا مليت وانت على بالي، وانت على بالي، وانت على بالي، وانت عزيز الروح ما بعد غالي، ما بعد غالي، ما بعد. يلا سيمو يلا 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 دقيقة لهون على الساحة، يلا يلا يلا
Yeah.
لكم يعني هي اسمها حفلة عغفلة. قديش حلو اليوم هيك هالبساطة شافونا الناس أو عرفوا أنه نحن إخبارية سورية عم نصور هون، كلهم صاروا عنا شباب وصبايا، هيك أجواء قديش يمكن بتساعد الفن أنه هو يندمج أكثر ويعطي أكثر. ما في أحلى من محبة الناس، وجود الناس معنا، وهالشيء أكيد بيعطينا طاقة أكبر ومن أدي أجمل. نعم، ما في أحلى من وجود الناس ومحبة يعني الناس، وخصوصا للفنان. يعني أكيد المحبة اللي يمكن من أهل الضيعة ولا أهل المنطقة بالذات يعني، ولا أحلى من هيك أجواء نحن ممكن نشوفها، البساطة الطيبة مثل ما قلنا واللقمة الطيبة. يعني مثل ما حكينا يمكن شفنا دائما بس تشتغل الموسيقى ليا الكل ببلش فورا على الدبكة. خلينا هلا نسمع شيء على لسوريا من أبو قبيس، إهداء لكل السوريين للصمود ولسوريا من الإخبارية السورية يا باسل. يلا بدك تاخذ الصوت. طبعا تحية كبيرة للوطن وقائد الوطن سيادة الدكتور بشار الأسد، وتحية كبيرة للجيش العربي السوري. والي 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 ولكن ما ولكن ما جيت حط ايدي بدمي ولكن ما جيت حط ايدي بدمي اعجز كان حدا غيره بدمي يا ابوي. ولولا بشار الأسد لبصام ولولا بشار الأسد لبصام ولا بدمي عي بدمي نعم تشبه شفق شمس الغياب يا أبوي. بدي غازل سوريا هواها بشمس الثيا، بدي غازل سوريا هواها بشمس الثيا، سوريا عروس الكون الله حامي سوريا، سوريا عروس الكون. يلا وسامة يلا سواي غازل سوريا هواها بشمس فيا، بدي غازل سوريا هواها بشمس فيا، سوريا عروس الكون الله حامي سوريا، سوريا عروس الكون الله حامي سوريا. بدي غازل سوريا هواها بشمس فيا، بدي غازل سوريا هواها بشمس فيا، سوريا عروس الكون الله حامي سوريا، سوريا عروس الكون. يلا 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 سوريا الأسد. We'll be right back.
يعني باسل اليوم حكينا عن عدة شخصيات هي غير موجودة الله يرحم روحهم مثل سيد غازي فؤاد غازي تمام يعني برغل أهلا أهلا الله يرحمه يسلم خلصوا الله يسلم إيديك يا رب ميرسي حبيبتي شكرا لك الله يسلمك يا رب الله يسلمك أنا حلفت بدي طعمك الواحد لحمي إيه والله سلمنا سلم ايديكم ان شاء الله الف صحه يا حبيبتي شكرا سخنين يسلموا يسلم ايديكم يعني ولا اطيب سلم ايديكم يا رب والله طيبه والله يحفظكم الصحه ويبارك لك هي بدك تاكل بدك تاكل معك كيفك سلم ايديكم حبيبتي شكرا هالطيبو شكرا حقلبي الله يطول بعمركم يا رب انا احب الوطن حبيبتي شكرا عزبناكم اليوم شكرا لكم يعني سلم ايديكم وعذبناكم ولا اطيب من هي يلا هلا اكيد بدنا نخلص شيء حد يقول لنا شيء نعمل للبطل اي شيء نحن وكل واحد منا فينا بيعمل شيء على فكره اكيد هيك هيك خلينا على الكاميرا هيك نودع العالم شو بدك تقولي اذا قولي لي ايه بعتي تحياتك لمين تحيه نحن بافراحنا وباتراحنا ما بننسى جيشنا تحيه للجيش العربي السوري على مساحه ارض الوطن تحيه لارواح الشهداء الشفاء العاجل لكل جريح ولكل جريح نزلت نقط الدم على تراب الوطن وتحيه
تحية لكل جندي على مساحة أرض الوطن، تحية لبوط الجندي العربي السوري. أي والله تحية. الله يطول بعمرك يا رب، أكيد سوريا قوية. والله يجمعنا أحب الوطن. يا شباب يا سوريين، ما في أحلى من هاللمة. عيني ربي. عيني ربي. وعيني ربكم أنتم. يا سوريين ما في أحلى من هاللمة. ما في شيء بيفيدنا غير نحب بعضنا. أكيد. ونحب الوطن، الوطن الوطن لا تتنازلوا عنه. حب التراب يا حكي تراب يا جيشنا. يسلم يا شعبنا. يسلم إيديك. يسلم إيديك. يطول بعمرك يا رب. يطول بعمرك يا رب. يسلم تمك وهالحكي الحلو. شكرا كثير لكم. أكيد. شكرا على الأكلات الطيبة. يعني. يسلم إيديكم. شكرا لكم. هلا نحن تفضل. إيه. تمام، بس نحن قبل ما هيك قبل ما نسمع شيء بدنا نختم حلقتنا معكم لليوم. بدنا نقول شكرا كثير لوجودنا بهذا المكان الحلو اليوم ضمن تغطيتنا الاعلاميه. حبينا نسلط الضوء على الضيعه الحلوه يلي بيستقبلوك من الباب بالضحكه الحلوه، بالكرم، بالمحبه، بالعطاء. شفناهم قديشهم ناس طيبين، قديشهم ناس بيحبوا الضيف وبيحبوا بعض. الله يحميكم اهالي قريه ابو قبيس في مصياف ريف حماه. نحن اليوم هيك حبينا ضمن صباحنا شوي نضوي على التراث تاريخيا وعن البلدية أيضا بهي القرية. اليوم بختام صباحنا بدنا نتشكر كل فريق العمل. بدي خص بالشكر مراسلنا بحما علي شحود. شكرا يا علي ابن قرية أبو خبيث. وبدي أتشكر اللي عم ياكلوا كمان زملائنا المعدين ماتيلدا كربوز ورامي أستاذ مخرج ميلاد وكل المصورين يلي تعبناهم عبر تغطيتنا. بدي أخص بالشكر أبو حبيب على جيمي جيب يلي كان لقد أخذ لنا لقطات كتير حلوة، جماعة الصوت ما سمعت اسمك نسيت، وكل الكادر أكيد أكيد كل الكادر وأخص نص كادر الإخبارية السورية كلهم جميعا. شكرا للكل. شكرا لك يا نرمين. شكرا لك ليا. شكرت الكل، ما في داعي يزيد. يعني نحن كنا موجودين معكم بالريف، هي مدينتنا، هي سوريتنا، هيك الطبيعة حلوة وهيك الناس طيبين. كنا معكم من أبو قبيس بهي الطبيعة والريف الجميل. حلقاتنا مستمرة بصباحنا غير، نلقاكم بتمام 9 صباحا. تبقوا بألف خير. باي باي. ومع باسل. مع باسل. يلا مع باسل. يلا بدك تقول شيء لفؤاد غازي. فؤاد غازي. علي علي شحود حابب يسمع لفؤاد غازي. يلا تكرم خيالي. الفنان الراحل فؤاد غازي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. ستان ورود. طبعا تحية كبيرة لحبيبي قيس الورد وسام أخبارة احنا الغالي بشار حسن. لك لا أزرع عليك بستان ورود، شجرة صغيرة تفيكي، لا أغزل لك من نور الشمس وسوارة حطها بيديكي. لك لا أزرع عليك بستان ورود، شجرة صغيرة تفيكي، لا أزرع عليك بستان ورود، شجرة صغيرة تفيكي، أنا لا أغزلك من نور الشمس بسوارة حط بيديكي، بسوارة حط بيديكي. يلا يا عيال يلا سوا يلا. We'll be right back.
يلا بدر الشباب ابراهيم يلا سوا جيبي خزن بحالة يا وفين طائت الجال مالي رح قلك لا 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 لو بعدك لون ورجال رح جيبي خزن بحالة يا وفين طائت الجال مالي رح قلك لا 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 لو بينك يا غصة شو عقلي بحبك لو بينك يا غصة شو عقلي بحبك أنا لأخذلك من نور الشمس بسوارة حطة بيديك بسوارة حطة بيديك نزرع عليك بستان وبيت شجرة صغيرة تفيدي نزرع عليك بستان وبيت شجرة صغيرة تفيدي نغزيك من نور الشمس بسوارة حطة بيديك بسوارة يلا سيمو يلا سيمو We'll be right back.